بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة تانية في محاضرة جديدة من محاضرات الميت هيجين. معاكم محمد حمادة، Assistant Professor of Food Hygiene, Department of Food Hygiene and Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Salt City, Egypt. المحاضرة الثامنة إن شاء الله، رقم 8 Lecture، بعنوان Post-Mortem Inspection. معنى كلمة Post-Mortem Inspection: It is the inspection of the carcasses and parts of meat and poultry used for human food. بتتم امتى؟ بتتم بعد الانت مورتم، ايه؟ بعد الانت مورتم انسبكشن، وبعد ما الحيوان يتذبح، يعني after the animal or poultry has been slaughtered. لذلك احنا بنسميها ايه؟ بوست مورتم. بوست مورتم يعني after death. after death. الهدف منها الاساسي هو to ensure that the meat produced is wholesome, disease free, no risk to human risk. to human health. يبقى wholesome, meat, disease free, and no risk to human, to human health. والبوست مورتم انسبكشن بتجاوب على سؤال مهم جدا: is meat fit for consumption or not؟ وبيتم الإجابة على هذا السؤال بثلاث أشياء أساسية. أول حاجة هي السكيلز اللي بيملكها الانسبكتور نفسه. utilize main skills of observation and evaluation. النقطة الثانية هو استخدام المعلومات اللي أنا حصلت عليها في أثناء الأنتي مورتم إنسبكشن. ثالث حاجة استخدام أو any available information for the disease history of the herd or region of a origin of the animals. يبقى أي معلومات بستخدمها مع السكيلز مع الأنتي مورتم إنسبكشن داتا، كل دي بقدر أجاوب بيها على السؤال: هل الميت fit or not fit for human consumption؟ هنا بنتكلم على مبادئ أساسية، أو نقدر نقول General Principles of Post-Mortem Inspection. أول حاجة إن هي لابد إن هي تتم without إيه؟ without delay. without delay. carried out without delay. after complete dressing of the carcass. ليه؟ ليه؟ لأن some lesions may fade with time. وفي نفس الوقت others، يعني other lesions will intensify with time. يبقى إذا الليجن ممكن تتغير مع مرور الايه؟ مع مرور الوقت، سواء ان هي بتزيد او بتقل. بتزيد او بتايه؟ او بتقل. النقطة الثانية ان no part of the animal should be removed until the BM inspection is completed and any required samples for further testing have been obtained. مفيش أي عضو يتحرك من مكانه إلا ما خلص موضوع الانسبكشن تماما، وفي نفس الوقت أي عينة أنا محتاجها بكون خدتها خلاص. النقطة الثالثة ان يبقى في كورليشن بين الكاركس وبين السيبريتد اوفلز، يعني ما افصلش الاورجانز عن الكاركس لغاية ما تم الموضوع للاخر. should be maintained until inspection is finished. وهنا طبعا الليبلنج سيستم مهم للايه؟ للحالتين، عشان اعمل كورليشن بين الكاركس وبين الاورجانز بتاعتها لابد استخدم موضوع الايه؟ الليبلنج. ما زلنا بنتكلم على المبادئ العامة الخاصة بالبوست مورتم انسبكشن. Parts that contain lesions زي abscess مثلا، inflamed lymph nodes، cystis، الكلام ده كله. أيضا any parts exhibit a condition deemed inappropriate in edible meat، يعني أي جزء من أجزاء اللحوم أو أي عضو في حاجة بتخليك مش accept هذه الميت، أو في adulteration مثلا، present evidence of adulteration موجود. كل الحالات دي must be detained and labeled. اي عضو فيه الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي اعلم عليه كده واكتب عليه واقول ده فيه مشكله كذا، او انا عندي شك في المشكله الفلانيه، وبالتالي استنى مع الليبلنج بتاعي وفي الديتيند روم لغايه ما اخلص الايه؟ ما اعمل الفيرزر ايه؟ الفيرزر انسبكشن از كومبليتد. طيب هنا النقطه اللي بعد كده، اي جزء unfit for human احط عليه البادج بتاعه ان هو ايه؟ unfit for human consumption. طيب مهم جدا، لو انا عندي كاركس fit for human consumption اديها ماركينج، يكون هذا الماركينج ايه؟ يكون الماركينج مميز ويكون visible ويكون ambiguous، يعني ambiguous مش مبهم، يبقى clear واضح، يكون ايه؟ يكون هذا الستامب ايه؟ واضح، هذه العلامة تكون ايه؟ واضحة. ده بالنسبة للايه؟ للfit for human consumption. ايضا نجد ان من ضمن المبادئ الاساسيه اللي انت بتشوفها في اثناء البوست مورتم انسبكشن ان سام لوكالايزد كونديشن زي ابسس، ارثرايتس، بروزنج، كونتامينيشن، ممكن ان هي ماي ريكواير بارشال ريجكشن اوف ذا كاركاس او اورجان ويز اونلي ذا افكتد بارت اند تيشو بينج سيبريتد اند كلاسد از ايه؟ از انفيت.
يبقى انا مش لازم في البوست مورتم انسبكشن ان انا بعدم الكركس كلها، لا ده ممكن في، ممكن يبقى في جزء واحد بس في مشكله، هذا الجزء بعمل له ايه؟ بعمل له ريجكشن وخلاص، وتعدي الباقي زي الفل. ايضا ميني كونديشنز اكسهبت ارينج اوف سيفيريتي، ارينج اوف ايه اوف سيفيريتي، هذا الرينج اوف سيفيريتي لاي بقى كونديشن حصل عندي في الكركس او في الاورجن، ممكن هو رينجينج فروم لوكالايزد تو جنرال، ممكن يبقى لوكالايزد وممكن يبقى جنرال وممكن يبقى اكيوت وممكن يبقى ايه كرونيك، وكل حاله من الحالات دي اند زير اند زير از كورسبوندينج رينج اوف ميجرز، لازم كل حاله من الحالات لها رينج من ايه من الميجرز ذات ابلاي تو ادريس ذا هيلث ريسك، يعني كل حاله من الحالات دي لها ميجرز معينه بيتم التعامل بيها مع هذه الايه مع هذه الحاله. ايضا التريمنج عموما او الكونتامينيشن عموما لاي جزء او من الكاركس او للكاركس كلها لا يتم الا في هذه الثلاث حالات، ان يكون الجزء او الكاركس على بعضها ابنورمال او ديزيزد، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي تمثل خطر للهيومن هيلث، يعني هازاردز تو هيومن هيلث، وفي نفس الوقت ان هي تبقى ريبالسيف للكونسيومر، ان الكونسيومر مش قابلها، ماشي ممكن تبقى سيف يعني ممكن تبقى لا تسبب له مرض، ولكن ايه هي ريبالسيف نوت اكسبتابل، نوت ايه نوت اكسبتابل. اذا البي ام اكزامينيشن عموما هي بتعمل ايه؟ بتعمل ساينتفك ايفالويشن للباثولوجيكال ليجنز عشان توصل بينا لايه للميت هوسمنس، عشان توصل بينا لايه للميت هوسمنس، ان الميت تبقى ايه صحيه تماما، تمام. ده طبعا بيتم هذا الساينتفك ايفالويشن باستخدام كل البروفيشنال والتكنيكال نوليدج اللي موجوده عند مين؟ عند الانسبكتور او عند الفيترينيري، تمام. طيب الساينتفك ايفالويشن اوف باثولوجيكال ليجنز اللي احنا لسه متكلمين عليها دي بتبدا بابسط اول درجاتها، هي ان انا اعمل ايه فيجوال انسبكشن، اعمل بالبيشن، اعمل اولفاكشن اشم، تمام، واعمل انسيشن في الاخر لو احتاج الامر الى الانسيشن لهذه الايه لهذه الليجن. دي اول ايه دي اول نقطه عندنا فين في ساينتفك ايفالويشن اللي هو ايه انسبكشن بالبيشن اولفاكشن انسيشن. طيب تاني نقطه ان انا اقسم الليجن اللي انا شفتها عندي دي لاما لاكيوت او كرونيك. طيب النقطه الثالثه ان انا استابليش وذر ذا كونديشن از، برضو بحدد الكونديشن اللي عندي هل هو لوكالايزد ولا جنرالايزد من خلال بقى النظره بتاعت العامه على الايه، واشوف الاكستنت اوف سيستميك تشينج ان اذر اورجانز اور تيشوز في حاله لما يكون ايه جنرالايزد. طيب النقطه الرابعه ان انا بحدد ديتيرمايننج ذا سيجنيفيكانس اوف برايمري اند سيستميك باثولوجيكال ليجنز. طبعا اي ليجن في الدنيا ممكن تبقى برايمري وممكن تبقى سيستميك، فانا بحدد هل هي برايمري ولا سيستميك، وفي نفس الوقت زير ريليشن تو ميجور اورجانز اند سيستمز، وخصوصا الليفر الكيدني الهارت السبلين الليمفاتيك سيستم، والكلام ده هنعرفه في المحاضرات القادمه ان شاء الله بالتفصيل الممل، ولكن احنا دلوقتي زي ما احنا قلنا بنبدا بالانسبكشن وبالبيشن وانسيشن، ثم احدد اكيوت او كرونيك، ثم احدد لوكالايزد او جنرالايزد، ثم برايمري وسيستميك وعلاقتهم بالمين اورجانز. بعد كده بعمل عمليه ايه كوردينيتنج اول كومبوننتس بتاعه الانتي مورتم والبوست مورتم انسبكشن، انسق بقى بين كل المعلومات اللي خدتها في الانتي مورتم واللي خدتها في البوست مورتم فايندينج عشان اخد ايه تو ميك الفاينل دايجنوزس، الفاينل ايه دايجنوزس. ما انساش كمان ان انا بحتاج مش بس الانتي مورتم والبوست مورتم اللي بيساعدوني بس، لا ده انا عندي اللاب، اللاب ده مهم جدا عشان اخد القرار النهائي في بعض الحالات المشكوك فيها، فبعمل سبميتنج للسامبلز تو ذا لابوراتوري for diagnostic ايه support if the abattoir has holding and refrigeration facilities for carcass under ايه under detention. طبعا انا لو انا عندي الابطوار نفسه في الامكانيات اللي اقدر احتفظ بيها واعمل بها ديتنشن للايه للكاركس، لكن ما يبقاش عندي مثلا يعني سلوتر هاوس تعبان واجي اقول هبعت للمعمل، طب انا هعين فين الكاركس هحفظها فين، ما انا ما عنديش مكان للديتنشن، فلازم يكون متوفر عندك مكان للايه للديتنشن. الست نقاط دول اللي هم بيمثلوا عندي الساينتفك ايفالويشن لاي باثولوجيكال ليجن قدامك في الايه في الكاركس. طيب عمليه البي ام نفسها بتتم ازاي؟ بنسميها تراديشنال بوست مورتم انسبكشن اوف كاتل مثلا او اوف اي اوف اني انيمال. فهنبدا بالكاتل. التراديشنال بوست مورتم انسبكشن اولا بالنسبه للكاتل اللي هو من 6 اسابيع وانت طالع، بالنسبه اللي هو من 6 اسابيع وانت طالع بيبدا بحاجتين اساسيتين اللي هم الجنرال انسبكشن والديتيلد انسبكشن. طيب نبدا بالجنرال.
الجينرال انسبكشن الكاركس في هذه الحاله شود بي اكزامين فور. الكاركس ببص عليها بصه عامه كده، على ايه؟ ببص على الستيت اوف نيوتريشن، ببص على الايفيدنس اوف بروزنج هيموريج اور ديسكالريشن، ببص على اللوكال او جنرال اوديما، البليدنج افشنسي، ببص على السويلنج، الديفورميتيز، اني اذر ابنورماليتيز في السكيلتون اللي هو بيمثل طبعا السكيلتون ايه؟ البون، الجوينتس، الماسكوليتشر. ايضا باخد بالي من الايج بتاع الانيمال، باخد بالي من السكس بتاع الانيمال مهم جدا، الابنورمال اودر بتاع الانيمال، الكونديشنز بتاعت السيرس من برينز وخصوصا البلورا والبروتينيوم حالتهم ايه، وفي نفس الوقت الكلينس عموما بتاع الايه بتاع الكركس. ثم ابدا بالايه بالديتيلد بقى انسبكشن. في الديتيلد انسبكشن بقى بعمل انسبكشن اوف ا كركس اند اتس اورجانز شود بي بروسيد ان ذا فولوينج اوردر. اوردر يعني ببدا اعمل بقى ايه الاورجانز واحد واحد كده ورا بعضه في اوردر معين، هنمشي زي بالاوردر اللي احنا هنمشي بيه. بنبدا بايه بالاول؟ بنبدا بالهيد. بعمل اكزامينشن للاوتر سيرفيس والايز بتاعت الايه، الاوتر سيرفيس بتاعت الهيد كده من بره والايز ماشي. بعد كده فولد باي انسبكشن اوف الجم، الليبس، التانج. ليه؟ عشان اشوف الفوت في ام دي مثلا، النكروزس، اذر فورمز اوف ستوماتايتس، اكتينوباسيلوزس، اكتينومايكوزس ماشي. والتانج بينج بالبيتد from dorsum to the tip for actinobacillosis. for actino ايه؟ bacillosis. ده ايه؟ ده مرض مهم جدا احنا نشوف فيها التانج لوحده عشان موضوع الاكتينو ايه؟ الاكتينو bacillosis. ما خلصنا الهيد؟ لا لسه ما خلصناهوش. ابدا بعد كده اعمل انسيشن للتشيك ماسلز اللي هي الماسلز بتاعت الماستيكيشن سواء انترنال او اكسترنال ماسيتر ماشي؟ فور عشان ابحث عن ايه؟ عن السيستي سيركاس بوفس. بعملها ازاي؟ بعملها بارلل تو The lower A was lower jaw. زي ما انت شايف كده الراجل بيقطع موازي لللور A، موازي لللور jaw وهو بيقطع في cheek muscles او في الماستيكيشن muscles. خلصت الهيد؟ لا لسه فاضل موضوع الليمف نودز المهمة جدا الموجودة في الهيد. after the tongue is dropped بعمل dropping للتانج زي ما انت شايف كده، هيظهر لي ثلاث حاجات قدامي من الليمف نودز. الريتروفارنجيا الليمف نود اللي هي رقم واحد، شايف اللي هي رقم ايه؟ رقم واحد اللي هي الدايرة دي تمام. الباروتيد ليمف نود اللي هي الدايره دي تمام، اللي هي رقم 2. سب ماكسيلا ليمف نود اللي هي حوالين البيز بتاع التانج من تحت اللي هي الدايره دي اللي هي سب ماكسيلا. شود بي ميد فور ايه بقى؟ عشان اشوف التوبركس ايه، ليجنز، ابسس، اكتينو باسيلوزس وهكذا تمام. ايضا مهم جدا في النيزل كافيتيز، النيزل كافيتيز شود بي اكزامند بالنسبه للشيبو كود عشان موضوع الايه، عشان بعض الايه زي مثلا استرس اوفيس بتبقى موجوده لارفي، الاسترس اوفيس لارفي بتبقى موجوده مثلا في النيزل كافيتي بتاع الشيب. اذا النيزل كافيتي مهم ان ابص عليه في الشيب والايه، في الشيب والجوت. منطقه الهيد برضو لسه ما خلصتش، في هنا خصيصه او يعني ميزه موجوده خاصه بالايه، بالبي سي اللي هي البوفاين سبونجي فورم انسيفالوباسي اللي هو مين؟ اللي هو البي سي اللي هو جنون البقر. جنون البقر ده هو التونسلز فيه مهمه جدا، التونسلز مهمه جدا، والتونسلز دي ماست بي كلاسيفايد از سبيسيفايد ريسك ماتيريال اللي هي الاس ار ام اند ماست بي ريموفد اند ديسبوزد اوف 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 از ساتش. في حاله البي اس اي مهم قوي التونسلز تتشال، يعني اذا ودي في مناطق معينه. طبعا طبعا التونسلز كلها عباره عن ايه؟ عباره عن اربع مجموعات A وبي وسي ودي زي ما انتم شايفين كده في الرسمه. مين دول بقى؟ هي التونسلز عموما بتبقى متجمعه حوالين الايه، حوالي هي الليمفويد تيشو متجمع حوالين الفارنجيال ايه وول في دايره كده بيسموها دايره ايه، الدايره دي بيسموها ايه اللي احنا شايفينها دي، بيسموها ايه فالداير رينج. عباره عن ايه؟ عباره عن فارنجيال تونسلز، عباره عن بيرد تيوبال تونسلز اللي هي البي، بيرد بالاتاين تونسلز اللي هي السي، لينجوال تونسلز اللي هي الدي. كل دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم فالداير ايه رينج، فالداير ايه رينج زي ما شايفين كده مكانهم ده، بس في حاله ايه بتتشال في حاله البي اس اي. بعد الهيد نبدا نبص على الكاركس ليمف نودز. ايه هي الكاركس ليمف نودز؟ هي الليمف نودز which deeply seated or left attached to the carcass after evacuation and dressing. يعني بعد ما بعمل evacuation وبعمل dressing بيفضل ليمف نودز موجوده في الكاركس، هي دي بنسميها الكاركس ليمف نودز. اضافه الى السب دورزال ليمف نود والسوبرفيشال بريبكتورال ليمف نود والسوبرا ستيرنال ليمف نود والزيفويد ايه والزيفويد ليمف نودز، كل دول بنسميهم ايه كاركس ليمف نودز. يعني بتضم ايه بقى الكاركس ليمف نودز؟ مانديبولار رقم واحد لسه معديين عليها دلوقتي في منطقه الايه، منطقه الهيد. الباروتيد رقم اثنين،
ثلاثة الميديال ريترو فارنجيال انفلود. الريترو فارنجيال ايه؟ الانفلود لسه برضه معديين عليهم. الثلاثة دول فين؟ في منطقة اليد، إضافة إلى السوبرفيشال سيرفايكال اللي بنسميها البريسكابولر اللي هي رقم أربعة، بريسكابولر لينفنود، والساب إليك لينفنود اللي بنسميها البريكرورا الخامسة هنا دي بنسميها الإيه؟ البريكرورا أو الإيه؟ أو الساب إليك أو بيسموها البريفيمورال، إضافة إلى الإيه؟ إضافة إلى السوبرا ماماري لينفنود اللي هي دي. ودي عشان نحسها لابد نعمل عملية إيه؟ رفع للإيه؟ رفع لمنطقة الأذر عشان نعرف نحسها، طبعًا ده في الحيوان، تمام؟ طبعًا اللينفنود عمومًا اي انفكشن فيها البكتيريا كولكت في الليمفاتيك سيستم وكونسنتريتد وستيرويد في الليمف نود، ولذلك بتظهر الليمف نود ايه؟ بتظهر الليمف نود سوولن اب نورمال في الكالر، سو زي شود بي ايه؟ شود بي انسيزد اند اكزامند. الليمف نود اكسيزد انسيزد اند ايه؟ اند اكزامند تو لوك فور ديزيزز، خاصه في السيستميك والجنرالايزد ديزيزز زي موضوع الايه؟ التي بي. وبيبقى زي ما احنا شايفين كده، زي مثلا هنا في اوديما، في مثلا جرانيلوما، في مثلا ريد مارجن حوالين هذه الجرانيلوما، دي حاجات بنشوفها في الليمف ايه؟ في الليمف نودز. لذلك الليمف نودز مهم جدا فيها موضوع الايه؟ موضوع الانسيشن والاكزامينشن بتاعها، تمام. نمر مره سريعه على نفس تقريبا اهم الليمف نودز برضو على الكالكس، زي البريك رورال الليمف نود، تمام. البريك رورال الليمف نود زي ما احنا قلنا اللي هي البري فيومرال، تمام. البوبليتيا الليمف نود، الانا الليمف نود، سوبرفيشال انجواينال او السوبرا ماماري الليمف نود، الاسكياتيك الليمف نود، انترنال واكسترنال الالياك، اللامبر الليمف نود، الرينال، الاسترنال، البريبكتورال، البريسكابولر، تمام. كل دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم المين الليمف نودز، البريبكتورال والبريسكابولر، تمام. من اهم هذه الليمف نودز اللي موجوده على الكاركس، تمام. دي يعني الاسماء دي برضه هنعرفها فيما بعد بالتفصيل في المحاضرات الايه القادمه. اذا الليمف نودز دي شيء مهم جدا لابد ان احنا نبص ايه؟ نبص عليه. طيب بعد الليمف نودز اللي هي الكاركاس ليمف نودز بنبص على اللانجو تراكيا. بعمل فيجوال اكزامينيشن لللانجو تراكيا which should be followed by palpation. يبقى الاول ببص بعيني ثم بعمل palpation لللانجو تراكيا. should be carried out for evidence of pleurisy, pneumonia, TB, fasciola, hydatid cyst وهكذا. ايضا في لينف نودز ريليتد اسمهم البرونكيال والميدياستاينال لينف نودز. البرونكيال اللي هي رقم واحد دي بيسموها البرونكيال ايه؟ البرونكيال لينف نودز، تمام. وفي الميدياستاينال لينف ايه؟ الميدياستاينال لينف نودز، تمام. البرونكيال والميدياستاينال لينف نودز دول مهمين جدا ان انا ابص فيهم واعمل لهم انسيشن في اللنج والتراكي. ايضا اللنج سبستانس نفسها should be exposed by long deep incision from the base to the apex, from the base to the apex of each lung. افتح كده بالسكينه في الايه؟ في اللنج، ماشي. والتراكيه والمين برانشز بتاعت البرونكاي opened lens way ايضا. طبعا ده بعمل الكلام ده امتى؟ only when they are to be used for human ايه؟ for human consumption. في الحاله دي بس ببدا اعمل incision طويل في ايه؟ في منطقه الايه؟ في منطقه الـ في اللنج نفس تيشو نفسه وفي التراكية وفي المين برونكاي. طيب الهارت، البريكارديوم should be examined for evidence of pericarditis hemorrhage. البريكارديوم اللي هو الغلاف الخارجي. ثم الفنتريكلز نفسها are then incised. ببدا افتح في الفنتريكلز نفسها والاوتر والانر سيرفيسز are observed، خصوصا يعني particular attention being paid to the presence of petechial hemorrhage on the epicardium والendocardium. اخلي بالي وانا بفتح كده في الفنتيكلز ابص على الايبيكارديوم والاندوكارديوم لوجود ايه؟ البتيكال هيمرج فيهم، وفي نفس الوقت ايه؟ السيست سيركاي، وفي نفس الوقت الهيداتيد سيست، وممكن اللينجيتولا في المايوكارديوم، ممكن اللينجيتولا في المايو ايه؟ في المايوكارديوم. ممكن بديل للموضوع ده اني alternatively الهارت may be inverted، نعمل inversion للهارت after cutting through the interventricular septum. كده فتحت الهارت خالص. بعد كده ببدا ايه؟ ببدا اخد ايه؟ فور لينس واي انسيشنز، اربع انسيشنز كده في كل جنب، ماشي، انتو في السيبتيكم نفسه بتاع الفنتريكولار ايه وول. وطبعا الحاله دي بتخربط طبعا الهارت خالص، وذيس بروسيدور ريديوس الهارت فاليو طبعا نتيجه ان انا قطعته كله، تمام. ده بالنسبه للايه؟ للهارت. بالنسبه للليفر بعمل فيجوال اند بالبيشن انسبكشن اوف ذا سيرفيس اند سبستانس اوف ليفر، اضافه برضو كمان بضم معاهم الهيباتيك والبنكرياتيك لينف نود اللي بيبقوا متصلين بالكبد،
فور فاتي ايه عشان يبص على ايه؟ ابص على فاتي تشينج، اكتينوباسيلوزس، ابسس، تيلانجكتياسس، بارازيتيك انفكشن زي الهيداتد وزي سي بوفس والفاشيولياسس والانجيتولا. تمام؟ بس كده؟ لا مش بس كده، ببدا ايضا بعمل اوبزرفيشن اند اف نيسيسري بالبيشن للجول بلادر. بعمل اوبزرفيشن وايه؟ وبالبيشن للجول ايه؟ للجول بلادر. بس كده؟ لا، بعمل انسيشن شود بي ميد على الجاستريك سيرفيس اوف ذا ليفر، في الجاستريك سيرفيس اوف ذا ليفر، ماشي، في البوفاين، ان بوفاينز، ان انسيشن ات ذا بيز اوف ذا كودد ايه، كودد لوب تو اكزامين ذا بايل داكت. زي ما احنا شايفين كده، في عند البيز بتاع الايه، بتاع البايل داكت، ببدا افتح فين؟ بفتح في البيز بتاع الكودد لوب عشان افتح في الايه، في البايل ايه، في البايل داكت. وير نيسيسري انسيس از نيسيسري into the bile duct and deliver substance. ما فيش مشكلة ان انا ممكن افتح بالسكينة فيما في الحالات اللي انا محتاج لها، افتح فعلا في البايل داكت وافتح في التيشو نفسه بتاع الايه، في حالة السسبشن بعمل هذا الايه، بعمل هذا الكلام. طيب الدايفرام، الدايفرام زي ما احنا شايفين اللي هو ده، بعمل فيه ايه؟ فيجوال انسبكشن، واذا استدعى الامر بعمل ايه؟ بعمل انسيشن. طيب الاليمنت ريتراكت بقى اللي هي الجي اي تي عموما، الاسوفيجاس of all the of all cattle and calves should be separated from the attachment to the trachea and viewed. يبقى بفصل الايه التراكيه عن الاسوفاجس وابدا افحص الايه الاسوفاجس بذاته الاول. تمام. ايه تاني؟ visual inspection of the tract. بعمل visual inspection للجي اي تي عموما بقى، بصه عامه كده، نظره عامه، والميزنتري accompanied by palpation of the gastric and mesenteric lymph nodes. ابدا اشوف الليمف نودز بتاع الاستومك، الليمف نودز بتاع الانتستين اللي هي بيسموها الميزنتريك ليمف نودز، اللي هي باينه قدامنا هنا كده او هنا كده، كل دي بعمل لها ايه؟ ببص عليها، ببص على الريتيكولم، الاميزم، ابو ميزم، الرومن، كل الحاجات دي ببص عليها بصه عامه، اذا في حاجه غريبه ماشي، وفي نفس الوقت اخلي بالي من الميزنتريك ايه؟ ليمف نودز، الميزنتريك ليمف ايه؟ ليمف نودز. السبلين، السيرفيس والسبستانس شود بي اكزامند فور تي بي، ماشي، هيماتوما، انفاركتس، اوبزرفيشن الاول، بعد كده بالبيشن، بعد كده ممكن انسيشن. ممكن ايه؟ ممكن انسيشن. بالنسبه للكدني، الاول الكدني بتبقى مستخبيه تحت الفات، فلازم اعمل ايه الاول؟ اظهر الكدني الاول. فبعمل اول حاجه اسمها انكليشن اوف ذا كدني، ببين الكدني الاول تو شو فيجوال انسبكشن، اعمل لها فيجوال انسبكشن، وبعد كده لو مطلوب ان انا اعمل لها انسيشن ممكن اعمل لها انسيشن، مع وجود برضو ايه، ابص على الرينال ايه، الرينال ليمف نودز، رينال ليمف ايه، ليمف نودز. طيب اليوترس والاوفري شود بي فيود بالبيتد اند اف نيسيسري انسيست. وخلي بالي من اليوترس وبالذات ان هو ممكن ايه، اخاف ان هو يعمل لي كونتامينشن لبقيه الكاركس، فبحذر من هذا الامر، وخصوصا في حالات الاندومترايتس وحالات الايه مثلا حالات بروسيلا، حالات زي كده، لازم اخلي بالي من موضوع الايه الكونتامينشن بتاع الايه بتاع الكاركس. في نفس الوقت لو لقيت بريجننسي مثلا، او في بريجننسي او في ريسنت بارتريشن في حاله من الحالات، ولكن هذه الحاله والبليد والست، خلاص يبقى هنا في الحاله دي ملوش لازمه بقى موضوع البريجننسي ولا الريسنت بارتريشن، ملوش سيجنيفيكانس هنا في الحاله دي، ما دام الكاركس تمام التمام والبليد والايه والست. التستكلز برضه اف ديستند فور هيومن كونسامشن، لو هي هتستخدم للهيومن كونسامشن، التستس شود بي فيود اند بالبيتد، فيود اند ايه، اند بالبيتد. الأدر مهم جدا، الأدر أيضا if used for human consumption they should be visually inspected, palpated and each half of the other opened by long deep incision preferably multiple، ماشي، بيكون ايه، يكون عدة قطعيات كده، قطوع في الأدر نفسه أبقى حوالي 5 سنتي بقى apart، يعني بين القطع والقطع حوالي 5 سنتي عشان أبص على التيشو نفسه. والليمف نود ايضا اللي هي سوبرا ماماري ليمف نود شود بي ايه، شود بي انسيست، شود بي ايه، شود بي انسيست. ده بالنسبه للايه، للقدر، وده الصوره هي زي ما احنا ممكن يبقى في مشاكل هو الاخر ويظهر مشاكل موجوده في الايه، في الكاركس. مثلا زي الابسسس او سيبتيك ماستايتس مي بي بريزنت، وهنا السوبرا ماماري ليمف نود تكون مهمه جدا، ماشي، even in a dry ايه، even in a dry cow should be incised، should be incised for evidence of abscesses or تي بي. اذا القدر مهم. في البروسيلوسيس رياكتورز بالنسبه للحيوان اللي عنده بروسيلا او مدي بوزيتيفيتي في ان هو عنده بروسيلا، في الحاله دي ذا قدر از ريموفد انتاكت، ما بفتحش فيه بقى ولا بقرب منه، وزود انسيشن
اند وذاوت هاندلنج، لو انا عندي ده الاذر يتشال على بعض، يتشال ايه؟ يتشال على بعض. وهنبقى نعرف الحالات دي برضو بنتعامل ايه فيها في بالتفصيل فيما بعد. اللي فات ده كله بالنسبه للي هو فوق 6 اسابيع، بالنسبه للي هو اقل من 6 اسابيع اللي هو البيتيلو بقى، الحاجات الصغيره اللي هي اقل من 6 اسابيع، هي تقريبا نفس الكلام اللي احنا قلناه، ولكن يعني ايه اكسبت فور ذا فولوينج انسبكشنز، اللي هي مش مهم قوي، ان الهيد مثلا مثلا السب ماكسيلاري والباروتيد ليمف نودز والمسيتر ماسلز تانج فيود اونلي، يعني يعني بالنسبه للهيد السب ماكسيلاري والباروتيد والمسيتر والتانج هم دول اللي بنشوف بص عليهم بس في الايه في الهيد. في الليفر البايل داكت والبنكرياتيك ليمف نود، البايل داكت والبنكرياتيك ايه ليمف نود. طيب بالنسبه للاديشنال ايتمز اللي ممكن اعملها، منطقه الامبيليكس ومنطقه الجوينتس دي مهمه جدا في العمر الصغير، فبعمل فيجوال انسبكشن وبالبيشن وانسيشن اف نيسيسري بالنسبه للامبيليكس، والجوينتس برضو بعمل فيجوال وبالبيشن وانسيشن تو اكزامين الساينوفيال فلويد اف ايه اف نيسيسري. تمام. طيب بالنسبه للبيج بقى اللي قلناه ده كله بالنسبه للكاتل، بالنسبه للبيج بيبقى زي زي الادل كاتل فيما عدا ان مثلا ايه حاجات بسيطه كده، منطقه الهيد مثلا فقط السب ماكسيلاري ليمف نود هي الانسبكتد، صب فقط هي السب ماكسيلاري ايه ليمف نود اهي هي اللي ايه اللي بنبص عليها. الليفر نو بايل داكت انسيشن، ما بفتحش في البايل داكت. الادر فيجوال انسبكشن تمام وانسيشن اوف سوبرا ماماري ليمف نود. طبعا طبعا الادر هنا مهم جدا بالنسبه للساو طبعا، لانه بيبقى طويل جدا وماشي على الجسم كله، فتيتس ماشي على الجسم كله، فده مهم جدا نبص عليه. بالنسبه لليانج، بالنسبه لليانج بيج فهو بيبقى زيه زي اليانج ايه كاتل، الامبيليكس والجوينتس بناخد بالنا منهم كويس جدا، انسبكتد مع فيجوالي وبالبيشن، واف نيسيسري بعمل لها ايه بعمل لها انسيشن. طبعا هنا في نقطه مهمه جدا اللي هي الترايكلوسكوبيك اكزامينشن، اللي هي سيست سيركس سيلوروزي فين في البيج، ده مهم جدا. لو هو بريفلنت بعمل ترايكلوسكوبيك اكزامينشن، بجيب عينات من الساي ماسلز من البيلرز من الديافرام من الانتركوستال ماسلز الهارت التانج اللارينكس، وابدا افحص بالايه ده طبعا النظام القديم بتاع الايه فحص الترايكنيلا اللي هي الترايكلوسكوبيك القديم، هنا الترايكلوسكوبيك اكزامينشن الحديث، ويبقى شكلها بيدو ليمون شيب كده في قلب الايه الماسل فايبرز نفسها. شيب وجود، شيب وجود يعني انسبكشن از ليس ديتيل ديزاين فور كاتل اند بيج، هنا بقى يعني ببص نظره عامه كده بس يعني من بعيد لبعيد يعني، والانسيشنز بتقل جدا يعني يعني كثير يعني الروتين انسبكشن ريكوايرنج نو انسيشنز تقريبا. الكاركس شود بي فيجوالي اكزامند فور ساتسفاكتوري بليدنج اند سيتنج، يبقى بص على الكاركس عموما كده تمام البليدنج تمام السيتنج خلاص تمام. الهيد لو هي هتستخدم للهيومن كونسامشن الثروت والماوس والتانج والريتروفارنجيال والباروتيد ليمف نودز ار اكزامند، ده بالنسبه للايه المنطقه اللي ده هتستخدم للهيومن كونسامشن. بالنسبه لللنج اكزامند فور بارازايتس خاصه النيماتودز والورمز النيماتود وورمز والايه والهيداتيد سيست. الكاركس بالبيت تو ديتكت انوكيليشن ايه انوكيليشن او انوكيوليشن ابسيسز الارثرايتس الكيزيس ليمفادينايتس، ده بالنسبه للكاركس. بالنسبه للهارت انسايز لينث لينث ايه لينث واي بالطول كده ببدا اقطع فين اقطع في الهارت عشان الاوفس كاس اوفس. الليفر للفاشيولياسز ببص عليها برضو. بالنسبه لليانج انيمالز بقى الامبيليكس والجوينتس برضو ده مهم جدا، فيجوال بالبيشن فيجوال انسبكشن اند انسيشن وير نيسيسري بالنسبه للاثنين سواء الامبيليكس او الايه او الجوينتس. هنا خلصت فحص الحيوانات نفسها والكركس نفسها، مهم ابص بصه عامه برضو على الايه على موضوع الهياجين للكركسز، يعني مش بس ببص على الامراض ده بص على الهياجين والنظافه. اتس امبورتنت تو انشور هيجينيك دريسنج فين في 3 اماكن مهمين جدا، الاباتوار امبلمنتس كل ما يستخدم في عمليه الذبح والدريسنج والكلام ده ببص عليه كويس جدا، المفروض ان هو يكون ايه يكون نظيف وفي نفس الوقت ايه سانيتايزد بيريوديكالي نوت كونتامينيتد وسانيتايزد ايه بيريوديكالي، ده الايه الاجهزه اللي بتستخدم السكاكين وغيره وغيره وغيره. الهايد الاكسترنال سيرفيس بتاع الهايد المفروض ان هو doesn't come into contact مع الكركس، يبقى الاكسترنال سيرفيس بتاع الهايد ما يجيش ان كونتاكت مع الكركس. الفيسرا وخصوصا الجاسترو انتستاينال مهم جدا الكونتس بتاعتها بتدهول الدنيا، ف are not يعني المفروض ان هي are not accidentally opened ما تتفتحش ماشي اثناء عمليه الدريسنج او الايه او الايفاسيليشن او الايه او الايفاسيليشن. طب لو اتفتحت وحصل حاجه مش الكونتامينيتد كاركس او بارت ويز فيسز اور فيسرال كونتنت شود بي ايه شود بي تريمد ايه تريمد اوف، بعمل لها تريمنج. طيب الاوبند فيسرا شود بي سيبريتد فروم ذا ريست اوف ذا كاركس از كويكلي از بوسبل، ده مهم جدا
يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا في عمليه الايه الانسبكشن وعمليه البوست مورتم انسبكشن، ان انا ابص على الهيجين بتاع الايه بتاع الانفايرمنت كلها، سواء كان الكاركس، الفيسرا، الهايدز، الامبلمنتس اللي بتستخدم في عمليه الايه في عمليه الدريسنج والافسريشن. طبعا بيحل القصه دي وبيساعدني في موضوع تطبيق الهيجين ده، هو موضوع تطبيق الايه تطبيق الهاس اللي هو الهازارد اناليسيس كريتيكال كنترول بوينت، وده كان بيهلب فول تو مينتين ايه تو مينتين الهاي ستاندردز اوف سلوتر اند دريسنج هيجين من خلال الاسسمنت اوف ايه اوف ذا ريسكس تو هيومن اند انيمال ايه اند انيمال هيلث، وده له محاضره لوحده ان شاء الله. اخر نقطه مهمه جدا في البوست مورتم انسبكشن هو ان انا زي ما قلت ان في حالات ما اقدرش اخد فيها قرار الا ما ببعت عينه فين للمعمل، وبالتالي هنا المعمل ابعت له ايه اول حاجه الميكروبيولوجيكال اكزامينيشن is required because finding at AM or BM inspection would give reason for condemnation. يبقى لما ببعت انا او لقيت مشكله انا عايز اتاكد ابعت العينه بيديني قرار اقول له ده هنا في الميكروب الفلاني، هنا في الحاله دي لازم نعمل عمليه ايه اعدام او نمرر الكركس ده ما فيش حاجه. تمام. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل كيميكال توكسولوجيكال هيستولوجيكال او اذر لابوراتوري اكزامينيشن زي البي اتش زي البليدنج زي الابنورمال اودر وكلر الايرلي ديكومبوزيشن الريزيديوز، كل دول از ريكوايرد تو بروف سسبشن ارايزنج فروم انسبكشن فايندنج. انا عندي شك في حاجه معانا، كل الاختبارات دي او حاجه منها بتاكد كلامي او بتنفيه. ريكوردز فروم ذا اريا اوف برودكشن، طبعا جاي لي تقرير فيه كلام بيقول يبقى لازم اخد بالي من حاجه معينه فبعملها. تمام. or other official sources of information، يبقى اي مصدر جاي لي معلومات عايز اكد هذه المعلومه باكدها باللاب. اخر حاجه طبعا اللي هي الايه الترايكنيلا سبايراليس اللي لسه متكلمين عليها من شويه، or for any other organism unrequired and not available immediately at the time of BM inspection. يعني انا لقيت ان انا عندي فيه ترايكنيلا، ما انا مش هاخد قرار في الترايكنيلا ولا هاخد قرار في الكاركس الا لما ايه لما اودي المعمل، وهكذا. اي اورجانيزم فيه يا جماعه ده مشكله عندي هيستوري معين بوجود بروسيلا بوجود غيره ما بقدرش اتحرك الا ما باخد قرار من الايه من المعمل. فالمعمل هنا من الخطوات المهمه جدا في البي ام انسبكشن. طيب بصيت خلاص، يبقى ايه انا بصيت بقى على كل الكلام ده، جمعت كل المعلومات بتاعتي اي ام وغيره 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 وبي ام وكله، هاخد قرار. الديسيشنز بتاعت البوست مورتم انسبكشن هي الفاينل جادجمنت او الاكشن تو بي تيكن with a carcass or part of a carcass، وده بيعتمد على ايه؟ is based on the total evidence produced by observation, palpation, incision, smell, antemortem signs and the results of laboratory of any laboratory tests. كل دول اللي بيكونون القرار، المعلومات دي كلها اللي بتكون لي الايه القرار. طب ايه هو القرار؟ القرار واحد من عده قرارات. اول حاجه ودي بنسميها الكاتيجوريز بتاعت البوست مورتم انسبكشن، اول كاتيجوري عندي ان ما يبقاش عندي مشكله خالص والكاركاس تمر ابروف ده از فيت فور هيومن كونسامشن. امتى؟ لما يكون البي ام اكزامينيشن هاز ريفيلد نو ايفيدنس اوف ان ان اكسبتابل ديزيز اور ديفكت والسلوتر اوبريشن هاز بين امبلمنتد ان اكوردنس ويز هايجينيك ريكوايرمنتس. في الحاله دي ذا كاركاس اند ايديبل اوفل شود بي ابروفد از فيت فور هيومن كونسامشن وذاوت اني ريستريكشن. خلاص دي تعدي مفيش فيها مشكله. الحاجه الثانيه العكس تماما اللي هي توتال ايه توتالي ان فيت فور هيومن كونسامشن. الله ليه؟ ذا كاركاس اند اوفل شود بي كوندمند اور ديسبوزد اوف فور ان ايديبل بيربوزز، ما تتاكلش اصلا ان وان اور مور اوف ذا فولوينج ستيتس، واحده او اكتر من الحالات اللي جايه. اول حاجه هازاردز تو فود هاندلرز كونسيومرز اند اور لايف ستوك، خطر ومشاكل جايه على الثلاثه دول اللي هو الفود هاندلر الكونسيومر واللايف ستوك نفسه الحيوانات نفسها. الحاجه الثانيه ان يكون الكاركس او الميت اللي عندي كونتين ريزيديوز ذات اكسيد الاستابليشد ليميتس، في الحاله دي لابد ان هي على طول توتال كوندمنيشن. الحاجه الثالثه ان هي تكون ان اكسبتابل اورجانوليبتيك ديفيشن فروم نورمال ميت، النورمال ميت لونها احمر طلعت صفرة ما ينفعش خلاص تتعدم. تمام. وهكذا. الحاجه الاخيره ان الميت has been conditionally approved. الله طب وايه المشكله؟ يعني approved بس ايه تحت شرط معين. طب ايه المشكله؟ قال لك ايه as fit for human consumption. الله ايه المشكله برضه؟ قال لك but التريتمنت ده unavailable، يعني انا قلت ايه؟ تعدي بس بعد الغلي في الميه، تتغلى في ميه. الله طب انا ما عنديش غليات، يبقى اذا ايه؟ ما تعديش. تمام؟ يبقى دي الاربع حالات بتوع التوتال ايه؟ التوتال كوندمنيشن. طيب الحاله الثالثه او القرار الثالث ان هي partially condemned
يعني ايه بارشال كوندامين؟ جزء بس هو اللي هيعدم والباقي يعدي فيت فور هيومن كونسامشن. تمام؟ يبقى بارشال كوندامين اور اذروايز ديسبوزد اوف از ان فيت فور هيومن ايه كونسامشن. يبقى الجزء ده مش، يبقى امتى الكلام ده؟ وير ليجنز ار لوكالايزد افكتنج اونلي بارت اوف ذا كاركاس اور اوفلز. تمام؟ The affected parts should be removed. The affected parts ايه؟ Removed. And the unaffected parts, unaffected ده يبقى الaffected خلاص دي فيها مشكلة بتعدم ولا تستخدم للاستهلاك الآدمي. Unfit. طب ال unaffected parts, ال unaffected parts دي باظت as fit for human consumption. لا إما باظت بدون أي مشاكل خالص يبقى unconditionally. Unrestricted سليمة تمام التمام. أو إن هي باظت conditionally إن أنا أغليها وأجمدها والكلام ده. أو أي طريقة إيه or as إيه appropriate. أو زي ما أنت شايف بقى كراجل بتقرر كانسبكتور أو كفيترينيريان بتقرر فبتاخد قرارك حسب الموجود إيه قدامك. دي البارشال كونديمنيشن ودي القرار التالت. القرار الرابع اللي لسه عمالين نتكلم عليه اللي هو بنسميه ايه كونديشنال ابروفد. يعني ايه كونديشنال ابروفد؟ تمر بس بشرط ودي تاخد حرف الكي، حرف الايه الكي. تمام؟ طبعا ال 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 نسينا نقول لكم ان الثلاث حالات زي ما احنا شايفين كده سريعا، الحاله الاولى بتاخد حرف الايه اللي هي ابروفد، الحاله بتاعه التوتال كونديشن بتاخد حرف التي، الحاله الثالثه بتاخد حرف الدي، الحاله الرابعه اللي بنتكلم عليها دلوقتي بتاخد حرف الكي، تاخد حرف الايه الكي. الكاركاسز، الكاركاسز او البارتس او الاورجانز ذات ار كونتامينيتد اور ذات ار هازاردز تو هيومن هيلث اور انيمال هيلث بات مي بي تريتد اندر اوفيشال سوبرفيجن ان ا مانر ريزلتنج ان سيف اند هول سام مي اند 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 هو اند هو سام ميت مي بي جادجد اس كونديشنلي ابروفد اس فيت فور هيومن كونسامشن. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لو انا عدتها بس بعديها على حاجة معينة أو على شرط معين زي غلي مثلا في المية بغليها بتبقى كويسة، إذن خلاص إيه وعندي الغليات وعندي كل حاجة يبقى أغليها وبعد كده بعد الغلي تبقى fit for human إيه. دي بنسميها إيه conditionally approved. conditionally approved. طيب ال conditionally approved دي until لغاية ما 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 ما, ما تتوفر ال treatments لابد إن الميت إيه should remain under the control of an inspector. عبال ما اوفر الكونديشن اللي تريتمنت ده لابد ان تحفظ الكاركاس في ثلاجات وديتيند روم مظبوطه لغايه ما ابدا اشوف موضوع الايه موضوع التريتمنتس. طب ايه هي التريتمنتس؟ الميثودز اوف تريتمنتس هي ايه؟ اول حاجه هم حاجتين اساسيتين، لا اما هي التريتمنت لا اما فريزنج او هي التريتمنت، بنسميها كي اتش او كي اف، كي اتش او كي اي او كي اف. الهيت تريتمنت اللي هو الغلي بيفور ديستريبيوشن اندر جو بويلنج اور ستيمينج والبيريد اوف تايم ريكوايرد فور ساتش heat treatment should be stipulated in accordance with the size and the shape of the meat to be heated. يبقى على حسب الحجم بتاع اللحمة اللي عندي والسايز بتاعها بحدد درجة الحرارة والمدة اللي بتاخدها هذه الايه هذه الميت so that عشان توصل درجة الحرارة في داخل الميت او في السنتر بتاع الميت الى 90 درجة مئوية. يبقى اهم حاجة عندي ان درجة الحرارة توصل كام in center في السنتر بتاع البيس اوف ميت الى 90 درجة مئوية، وده بيتحقق يتحقق بالبويلنج ل not less than 150 minutes as long as the pieces are no larger than 10 centimeter cubes. يبقى إذن 150 دقيقة غالي مية بويلنج وقطع اللحمة لا تزيد عن 10 سنتي كيوبس مكعبات 10 سنتي، في الحالة دي تديني 90 درجة مئوية في السنتر بتاع الايه بتاع الميت، وده في حالات معينه بنستخدمه. حالات اخرى ممكن استخدم موضوع الفريزنج بيفور ديستريبيوشن اندر جو تريتمنت ايذر هيت تريتمنت اور فريزنج ات تمبريتشر ذات ويل كيل ذا بارازايت اوف كونسيرن. وهنعرف برضو الكلام ده لما نيجي نتكلم عن الامراض والكلام ده، هنعرف سي بوفز بتتقتل عند كام فريزنج وعند كام حراره هيت تريتمنت والكلام ده. التايم والتمبريتشر ويل فاري اكوردنج تو ذا نيتشر اند ذا سايز اوف ذا اوف ذا بيس اوف ميت. يبقى حسب طبيعه اللحمه حسب حجمها بنحدد الحراره وبنحدد التايم بيس اوف ايه اوف ميت اندرجوينج تريتمنت اند ذا بارازايت ايه كونسيرن والبارازايت اللي ايه اللي موجود في اللحمه اللي احنا شاكين فيه او اللي احنا متاكدين منه. تمام؟ هو اللي بنحدد له برضه درجه الحراره، ده بيموت عند كذا وده بيموت عند كذا وده بيموت عند كذا. تمام؟ ده بالنسبه للكونديشن الايه الكونديشن اللي ابروفد. الحاله الخامسه او القرار الخامس ان الميت شوينج مينور ديفيشن فروم نورمال بات فيت فور هيومن كونسامشن. يبقى اللحمه بتاخد حرف الاي زي ما احنا شايفين كده، دي 10 على 10 دي ايه 8 على 10 7 على 10
تمام؟ فهي دي نورمال ودي نورمال، يعني الاثنين ما فيش مشكله صحيه، ولكن بقت ايه نقدر نقول عليها inferior meat. هنا بقى بيقول لك ان الميت does not constitute a risk to human health ماشي despite the presence of defects. في بعض الديفكتس موجوده that are not normally present in ايه in wholesome meat، تمام؟ اللي ما بتبقاش موجوده في الوسم ايه في الوسم ميت. هذا الميت هذا النوع من الميت نقدر نقول درجه ثانيه، نقدر نقول inferior meat. فلازم ايه لازم تاخد علامه الايه الاي او الانفيريور ميت عشان تمر. This approach needs to be regulated by the controlling authority to ensure that the consumer is not misled. ان الكونسيومر لا يضلل. ما ينفعش ابيع ابو 100 ابو 10 ب 100، لا ما ينفعش. فابو 10 يتباع ب 10، خلاص كده؟ ده بنسميها ايه؟ بنسميها الحاله الخامسه، بنسميها الايه؟ الانفيريور ميت، او بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها مينو ديفيجن يعني عن النورمال. الحاله السادسه اللي هي approved as fit for human consumption with distribution restricted to limited area. يعني انا في الحاله دي اوزع اللحمه دي هتتاكل في مصر بس، في القليوبيه بس، في امريكا بس، تمام؟ في استراليا بس. اذا ايه؟ في منطقه محدده. ليه بقى؟ الميت في هذه الحاله obtained from animals coming from an area that is under quarantine، في منطقه تحت الايه تحت الكارانتين، because of an outbreak of a contagious animal disease. يعني في contagious animal disease موجود في استراليا، خلاص تتذبح اللحمه وتفضل فين؟ في استراليا. It is approved as fit for human consumption. دي بتاخد نفس الحاله الاولى بالظبط، ان هي approved for human consumption وماشي with distribution فين؟ في restricted area. Provided no hazard للهيومن ايه للهيومن هيلث اند ايه is involved، بشرط ان ما يكونش فيه اي مشكله على الهيومن ايه على الهيومن هيلث. وهنا في الحاله دي it should not be distributed or marketed outside the restricted ايه outside the restricted area. وبكده يبقى انهينا المحاضره بتاع النهارده واللي هي كانت بعنوان بوست مورتم انسبكشن، ونلقاكم ان شاء الله في محاضرات قادمه، وشكرا جزيلا على استماعكم، ونلتقي ان شاء الله في محاضره قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.